وبعد ما أخذنا تحليلات ثلاثية الأبعاد على بيانات وصفية أو الأتريبيوت السمات الخاصة بالمعالم، لأن تحليلات مكانية للمعالم ثلاثية الأبعاد. فزي ما أخذنا في عنا طبقة قطع الأراضي، تم إضافة حقول جديدة سمات أتريبيوت خاصة بالارتفاعات وقيم زد والسلوب. وزي ما أخذنا في دروس سابقة في عنا فيديوهات خاصة بتحليل البيانات الجغرافية، نفس التحليلات أو نفس الأدوات تم استخدامها في هذا الفيديو. في عنا تقريبا استخدام 24 أداة، نقدر إحنا برضو نستخدم هذول الأدوات على المعالم ثلاثية الأبعاد أو على طبقة اللي من نوع مالتي باتش اللي بتكون ثلاثية الأبعاد، ونقدر نتحكم بجميع واجهات المضلع أو المباني مثل ما تم شرحه قبل قليل. وأيضا في عنا طبقة قطع الأراضي بتكون الشيب تبعها بوليجون، لكن الطبقة من نوع مالتي باتش بتكون بهذا الاسم. مروا على التبويب أو التاب الخاصة بالجيو بروسيسنج، مروا على صندوق أدوات الـ 3D، مروا على صندوق أدوات القرب ثلاثية الأبعاد، نختار أداة البفر على سبيل المثال، نختار في عنا ثلاث نقاط بدي أقوم بتحليل فقط على نقطة واحدة، نقوم بتحديد هاي النقطة على سبيل المثال أو هاي النقطة القريبة بين المباني، بدنا نعملها بفر ثلاثي الأبعاد. المسافة بنخليها على سبيل المثال 15 متر، نضغط على رن. هيك راح يتم إنشاء مضلع جديد ثلاثي الأبعاد، نختار اللون الأخضر، نضغط دبل كليك على الطبقة، نختار على الأرض ديسبليم، نفعل هذا الخيار، ظهرت عنا بهذا الشكل. نقدر نعمل ترانسبرنسي 50%، نظهر طبقة النقط، نشاهد البقر بهذه الطريقة. لو أخفينا طبقة النقط قطع الأراضي ورحنا على هاي الطبقة قمنا بتشغيلها، في تحليل ثلاثي الأبعاد للبفر احنا ايضا نقدر نعمل انترسكت ونعرف المناطق المتقاطعة بين الطبقة المخرجة من البفر وبين طبقة المباني. نفس الطريقة بنرجع على نفس صندوق الأدوات ونختار انترسكت، طبعا هاي الأداة موجودة داخل هذا صندوق أدوات 3D، لكن احنا بنقدر نكتب انترسكت ونختارها بهاي الطريقة، ومن ثم بنقوم باختيار طبقة البفر وطبقة المباني، ثم على ران بنشاهد النتيجة. راح يظهر عندنا معلم جديد، هذا المعلم الجديد بعبر عن المناطق المتداخلة بين المباني والبفر الموجود عندنا بهاي الطريقة. هاي المناطق اللي فيها تقاطع بين البفر والمباني، ولديك الوقت بترك لكم تجربوا الكثير من أدوات التحليل الخاصة بالـ 3D Analyst Tools على معالم ثلاثية الأبعاد. طبعا أداة الانترسكت موجودة في هذا صندوق الأدوات 3D Intersection، وهي أداة التقاطع. كما ذكرت قبل قليل بنقدر نكتب احنا هون انترسكت، هاي الأداة الخاصة بالثلاثي الأبعاد، هاي الأداة الخاصة بالمعالم العادية. إن الكثير من الأدوات نقدر احنا نستكشفهم، لكن لضيق الوقت نكتفي بذكر هذول الأدوات التحليل على المعالم ثلاثية الأبعاد. وأيضا طبقة الدم أنا بقدر أحللها واستخرج منها الكثير من البيانات. نعمل زوم تلاير لطبقة الدم، شو أنا بقدر أقوم بعملية تحليلات على الدم، بقدر أستخرج أو أقوم بتحليل ومعالجة نموذج ارتفاع رقمي، وأروح على صندوق أدوات الراستر من خلال مجموعة أدوات السيرفيس السطح، بقدر أستخرج الميل، نختار أداة السلوب، ونقوم بالسحب والإفلات
لطبقة الدم واستخدامها كإنبوت راستر. طبعا المخرج حيكون درجات أو نقدر نسبة مئوية، والطريقة إما أن تكون مستوية أو جيودسية. نختار الطريقة العادية المستوية ونضغط على رن، هيك راح يتم إنشاء طبقة راستر بتعبر عن السلوب أو الميل. عنا الميل ببلش من درجة 0.72 حتى 90 درجة الميل. طبعا طبقة الميل مجرد ما أقوم بسحبها وتنزيلها داخل الإليفيشن سيرفيس بتم مشاهدتها بشكل آخر بهاي الطريقة. المناطق المستوية طبعا بتكون بهذا الشكل اللي عندنا هون، والمناطق اللي فيها انحدارات وجبال تظهر بهذا الشكل. أيضا أنا بقدر أقوم بعمل تحليل خاص بالكونتور وأقوم باستخراج طبقة خطية بتعبر عن خطوط الكونتور من طبقات دم. الفاصل الكونتوري من الفرق بين كل خط وخط يكون 5 متر، ونضغط على رن. ظهر عندنا مجموعة من الخطوط بتعبر عن خطوط الكونتور. لو رحنا على الاتريبيوت تيبل عندنا الحقل اللي اسمه كونتور، هو بيعبر عن الارتفاع، وفي عندنا أداة خاصة بالاكسبكت اللي هو الوجه. نقدر نستخدم هاي الأداة ونضيف طبقة الدم عليها، والمخرج بيجي بهذا الاسم، والطريقة إما أن تكون مستوية أو جيدسية. نضغط على ران، بظهر عندنا طبقة راستر تعبر عن الاسبكت. عندنا المناطق اللي فيها فلات بتكون بهذا اللون، واتجاه الشمال والغرب وجميع الاتجاهات والأوجه، كل وجه بكون له لون معين او ترميز معين. نقدر طبعا احنا نقوم بتغيير السيمبولوجي باي طريقة احنا بنشوفها مناسبة. ايضا نقدر نقوم بانشاء خريطة ظلال، نقوم بادخال الدم، نترك باقي الخيارات او المدخلات افتراضية، ونضغط على ران، بيظهر عندنا طبقة خاصة بالظلال. اذا جميع هذول الادوات معظمهم بتم ادخال طبقة الدم، لذلك طبقة النموذج الارتفاع الرقمي دم مهمة جدا لاستخراج الكثير من التحليلات المكانية اللي بتعبر عن التضاريس او المنطقة الجغرافية اللي احنا معنيين فيها. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى الجميع انه استفاد، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك للسبسكرايب لمشاهدة أي درس جديد بخصوص برنامج الـ RGS Pro، والسلام عليكم.